دكتور الدكتور دكتور كريمه راجل طيب بركه بركه اه ليه طيب الدكتور كريمه راجل على فطرته نفسه يعمل حاجه كان نفسه بس هو ازمه الدكتور كريمه في انه مش عارف ينسلخ من الموروث بنسبه 100% الدكتور كريمه يميل للتجديد اقرب من القديم ولكن عنده يعني خوف من بعض الاشياء لكن انا احبه وعلى فكره انسان طيب جدا اللي بعده